أهلا فيك معنا حنان. حنان، نحن تابعنا هذه القضية مع بعض من البداية، من لما أول مرة تم فيها اعتقال سعد المجرد بعد ما اتهمته الفتاة. أول شيء، ليش الموضوع أخذ 7 سنين ليوصل للمحكمة، خصوصا أنه في كثير ناس اعتقدوا أنه مشاكل سعد تماما انتهت بما أنه بيسافر وبيروح وبيجي؟ يعني أهلا وسهلا. أولا سارة، كما قلت يعني تابعنا هذا الملف مع بعض منذ البداية، وتأخر القضاء الفرنسي أو المحكمة الجنائية مثلا الفرنسية في إعطائها الكلمة الأخيرة في هذا الملف لا تعني بأن قضاء أو قضية سعد المجرد قد انتهت، ولا تعني بأنه سيعود إلى حياته اليومية. ما يجب على المتلقي أن يعرفه عن فرنسا من ناحية القضاء في هذا الإطار هو أنه للأسف في فرنسا المسطرة القضائية في إطار الـ يعني العنف والاغتصاب معقدة جدا، ملفات عديدة لمشاهير وأشخاص اتهموا في هذا الإطار ما زالت تأخذ مجراها منذ 10 سنوات وعشرين سنة، تأخرت كثيرا. لماذا؟ لأنه المحاكم في فرنسا عندها يعني أمور معينة تأخذ بعين الاعتبار، وتحقيقات تأخذ مجرى طويل جدا. أيوة. والضحايا أو المعتدي والضحية لا يمثل أمام القضاء إلا مرة واحدة في السنة، وبهذا مرة واحدة في السنة إذا أردت أن تبث في ملف كملف اعتداء و من يعني لفت من هذا النوع تأخذ سنوات طويلة جدا. وحتى اللحظة لسنا متأكدين من أن سعد المجرد سيخرج منها هذه السنة، بل ما زال الأمر مستمر. نعم. طيب، وهو في خلال الفترة الماضية كان حاصل على إذن من المحكمة بالسفر والتحرك يعني. طيب، إيش نعرف عن اللي دار داخل المحكمة؟ لأنه في تفاصيل كثير تم تداولها على الإنترنت. ما نعرفه وما هو حقيقة هو أن الضحية لغة بخيول طالبت بمواجهة سعد المجرد وتطالب بأن تكون المحاكمة أمام العلن، أرادت أن تكون هناك مواجهة بينها وبينه، لأنها تقول على فكرة في هذا الإطار أقوال لغة لم تتغير نهائيا، بل ما يحدث في الملف هو أنه سعد المجرد هناك تذبذبات في كلامه. يعني في الأول لم يتحدث، والمحامين اللي كانوا معاه منذ البداية نافوا ما نسب إليه من اتهامات. هو اليوم يقول أمام القضاء بأنه يحترم النساء وبأنه كذا وكذا، ولكن هذه الأمور تدخل في إطار ربما استغلال الملف عاطفيا حتى يتم البث نهائيا في هذا الأمر. يجب تذكير بأنه لغة بخيول تطالب بأن يأخذ القضاء مجراه، ورفضت ما عرض عليها، يعني عرض عليها شك بمبلغ كبير جدا ورفضته. تريد قيل أنه 400,000 يورو، هل صحيح هذا المبلغ؟ فعلا هذا المبلغ يعني هو الذي عرض على لغة بخيول. أنا تحدثت عرض عليها من سعد المجرد، نحن بنقول من طرف محامي سعد المجرد، بمعنى أوكي. من طرف سعد المجرد نعم. أوكي. عرض عليها هذا المبلغ الضخم حتى تتخلى عن القضية، ولكنها لا تريد، لأنه ما حدث هي أنها بعد أن وقع ما وقع واتهمت سعد المجرد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب وتواصلت معها نساء من المغرب وخارج المغرب. أيوة. قالوا للغة بخيول بأنهن تعرضوا للاعتداء الجنسي من طرف سعد المجرد، ما جعل لغة تطالب بحقها وحق هؤلاء النساء اللواتي لا يستطعن أن يتحدثن في العالم العربي عما حدث لهن من طرف سعد المجرد. هذول النساء هل هم طرف في هذه القضية؟ هل تم استدعائهم للشهادة مثلا؟ هناك شهادة من طرف أخذت بعين الاعتبار لشابة مغربية، يعني لم تظهر المحكمة ولا حتى ما يحدث والتحقيقات لا اسمها، ولكن نعلم بأنها مغربية. هناك قضية أخرى لفتاة بلجيكية تم تسويتها أيضا بالمال. هذه وين الفتاة البلجيكية، وين تم تسوية القضية؟ هذه واحدة من الراقصات التي كانت مع سعد مجرد في حفل بتونس. أوكي. وحدث أيضا شيء من هذا النوع بينهما، ولكن تم تسوية الأمر. أوكي. بين سعد مجرد. هذا غير الأمريكية، القضية اللي في أمريكا. هذا غير صحيح، هذا غير والأمريكية الأمريكية. تم تسويتها بالمال أيضا. أيضا وتم الإعلان عن هذا الموضوع قبل سنتين تقريبا. أوكي. من الآن، بأن واللي في سان تروبي عنه. سان تروبي على فكرة يعني هناك خصوصية في هذا الموضوع، لأنه سعد المجرد كان حاضر رفقة أصدقاء له من الخليج، كان معزوم عندهم في الجنوب الفرنسي. ما وقع هو أنه كان ممنوع عليه، أتذكر بأنه المحامي اللي كان عنده الملف منع عليه أن يخرج من باريس. سعد المجرد ذهب إلى سان تروبي، تناول للأسف مخدرات، خرج عن السيطرة،
ما جعله يرتكب بعض الحماقات التي تمكن الأصدقاء من لمها وجمعها. لكن هل هي حماقات أم جرائم؟ ليست لا تعتبر حد الجريمة، ولكنها تقريبا بالنسبة لي، على فكرة تعامل المرأة الفرنسية مع تصرفات الرجل مختلف تماما عما نقوم به في العالم العربي، بمعنى أنه إذا قمت بلمس الأوروبية أو الفرنسية وهي لم تعطيك حق أن تلمسها فهذا بالنسبة لها اعتداء. هذا عالمي، هذا عالمي، الموضوع عربي وعالمي، المفروض يكون هذا ما في فرق صراحة في هذا الموضوع. طيب المتوقع الآن القضية مستمرة، إذا يعني بعد سلسلة القضايا هذه عنده هذه القضية، القضية مستمرة، إيش المتوقع في موضوع الأحكام؟ موضوع الأحكام هو أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف أعادت الملف للقضاء، بمعنى المحكمة الجنائية الفرنسية، علما أن غرفة التحقيقات أثبتت وقالت بأن هناك اعتداء جنسي، هناك يعني ما تطالب به وما قالته الضحية حقيقي. القضاء أو المحكمة الجنائية الفرنسية اليوم ستأخذ مجراها في هذا الإطار، بالرغم من أنه يعني محكمة النقد يعني أرجعت الملف وقالت بأنه ليست هناك اعتداءات جنسية، الغرفة التحقيق أثبتت ذلك. الآن المحكمة الجنائية يجب أن تجد نقطة حوار بين الاثنين، لأنه لغة بخيول رافضة تماما لأي تسوية بالمال وتريد أن تتخذ المحكمة الفرنسية مجراها. يقال أو ما قاله المحامي هو أن سبع سنوات مرت منذ أن انطلق هذا الملف، هذا معناه بأنه سيخفف الحكم على سعد المجرد، وهذا لن يمنع سعد المجرد من يعني الحكم عليه بتقريبا 10 سنوات سجنا هنا في أو في فرنسا. نعم، بس قد يحصل على البراءة أيضا. ليست هناك براءة، لن تكون هناك براءة لسعد المجرد، لأنه ذكرنا في بداية قضية سعد المجرد خلال التحقيقات الأولية بأن هناك اعتداء، هناك اعتداء على الضحية، هذا ما أثبتت أنه ثبت الاعتداء الجنسي. إذن طيب ثبت الاعتداء الجنسي، هناك شهود من الفندق شهدوا مع الضحية بأنها فعلا كانت نعم. نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذه المعلومات، وأكيد طبعا حنتابع هذه القضية، وبالطبع بس بنذكر أنه الفنان سعد المجرد في أي وقت حابب يعمل مداخلة يوضح فيها أي أمر أو يناقض أي أمر أو هو مرحب في أي وقت له حق الرد. كانت معنا من طنجة الصحفية المتابعة للقضية حنان عبد الله، شكرا لك.